السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا محفظة أو منصة أو تعتبرها موقع زي ما تعتبرها، دي يا شباب شبيهة محفظة كوفيرتو أو محفظة اللي كنا شغالين عليها بتدي بونص للفيديو والمنشورات، يعني نجربها كده ونحاول نستفيد منها إن شاء الله. المحفظة دي لها 3 أيام شغالة. هنا بيقول لك انترجم كده باللغة العربية، يمكنك الاستثمار في 3 خطوات تعتمد على مبالغ الوديعة. هنرجع تاني للغة المنصة، وبتدي بونص يا شباب على الفيسبوك وعلى المنشورات يعني اللي انت بتعملها والفيديوهات. ودي الخطط الموجودة في المنصة يا شباب او المحفظة ديت. عندك الخطة اللي بتبدأ من $1 لحد $25 بيديك 17%، والخطة التانية من $1 دي لمدة 24 ساعة، ودي لمدة 30 ساعة بتديك 30%، وهنا بتبدأ من $50 لحد 2500 وبتديك 70%. دي كلها معلومات عن المنصة يا شباب. وهنا آخر سحوبات، وهنا آخر إيداعات زي ما انتم شايفين، وهنا كمان البونص اللي بقول لكم عليها يا شباب للمحفظة. هندوس هنا تقرا الشروط، بس ده هنا اخر المحفظه كده، هندوس هنا كده. هنا بيقول لك بقى الشروط، تخش هنا وتشوف انت ايه الشروط المطلوبه منك. وهنا بيقول لك ممكن توصل لحد، لازم يكون عندك 200 مشترك اقل حاجه، ده بالنسبه للمنشورات اللي انت هتنشرها. وعندك المكافاه بتوصل لحد متهيألي $50 هنا، وعندك قناة اليوتيوب هي بتوصل لحد $100 لو دخلت هنا. ده البند ده خاص باليوتيوب، وده الايميل اللي هتسلم عليه. وانا بقول لك من $1 لـ$50 على المنشورات اللي هي ايه فيسبوك والكلام ده. خش وترجم واعرف واشترك، تمام. وعندك الحساب بتاعهم في تويتر اشترك عليه، والفيسبوك بقول لك شرط انك انت تشترك فيهم برضو، طريقة تسجيل، الاسم، الباسورد، عادة الباسورد، الايميل، إعادة الإيميل، وتعالي مع الشروط وبتعمل تسجيل كده بقالك حساب في المنصة. هنيجي من هنا يا شباب الدخول، لودينج، الاسم والباسورد، وبنعمل تسجيل دخول. من شرط برضو انك انت تعمل ايداع بحتى $1 عشان ايه يحسب لك البونص. انا لسه بجرب اول حاجة ليا يا شباب اهو. طبعا دي الصفحة الرئيسية او الداشبورد بتاعتنا اللي احنا عليها. بعد كده لو انت حابب ان انت تستثمر بتيجي من هنا تختار الخطة اللي انت عايز تودع عن طريقها. يعني مثلا انا اختار الخطة الاولانية واحط $1 لمدة 24 ساعة، اهو يا شباب اخش على الباير وهعمل ايداع تأكيد. كده تم يا شباب الإيداع. لو رجعنا للصفحة الرئيسية بتاعتنا الداشبورد، اهو يا شباب زي ما انتم شايفين الإيداع اهو، تمام. هنرجع تاني، لو لازم نخش اول حاجه نخش على الاعدادات يا شباب. من هنا بنخش على السيتنج، وبنيجي هنا نحط نعين المحافظ بتاعتنا، وبنعمل سيف نسيف، وبعد كده نبدا الشغل بتاعنا في المنصه. من هنا السحب يا شباب، اول ما بتوصل للحد الادنى للسحب بيجيب لك هنا، بتلاقي رصيد ظهر لك هنا اهوت، وبعد كده بتيجي هنا تحط المبلغ اللي انت هتحطه، وبعد كده بتعمل طلب سحب، تمام. من هنا برضو الايداعات بتاعتك او السحوبات بتاعتك، هنا بيقول لك اهو الايداع اهوت لمدة 24 ساعة. من هنا يا شباب العمليات اللي تمت في الموقع، اذا كانت سحوبات او ايداعات هتلاقيها هنا اهو زي ما انتم شايفين. ومن هنا الليفرال، رابط الاحالة بتاعك اهو يا شباب. وبكده يا شباب يكون انتهينا من شرح المحفظة. ان شاء الله هنجيلكوا بإثبات سحب قريب،
وبكده اكون انتهيت من الشرح. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هتلاقي هنا السحوبات وكل حاجة عن المحفظة هنا اهو. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.